يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زرت شهداء أحد مع أسرتي وكان معي أمي وأختي. زرت شهداء أحد مع أسرتي وكان معي أمي وأختي، فهل أمي وأختي تدخل في الحديث النهي عن زيارة القبور؟ نعم، يدخل فيه كل النساء، أمك وأختك وخالك وجدك كلهم يدخلون في النهي، لكن ما دام ما تعمدتوا هذا الشيء وتجهلون هذا الشيء نرجو الله أن يعفو عنكم. نعم.